الدراسة نتاعي من 2010 وتم إنزاج المشروع في 2012. الفكرة انطلقت من عام 2006، دونك ريت أنا فما أن بيزوان إنه فما لي نوفيل تكنولوجي، لي جي بي إس، جوجل مابس، دونك ودونك حابين نعملوا شركة اللي هي تسمى شركة دو تعمل أن سيرفيس دو جيستيون دو فلوت، معناها أون فلوت، أون ديفلوب دي أبليكاسيون بور جيري لي فلوت هذوما، كو سوا تاكسيات، تنجم تكون دي بوس معناها كيران. قمت بالدراسة نتاعي، عملت إتود دو مارشي، تسمى إتود دو مارشي، شفت البيزوان دوموند سور لو مارشي موجود. واتصلت بالبنك تمويل مؤسسة الصغر، أعطوني معناها المراحل الكل، وصار معناها قاموا بمتابعة المشروع نتاعي في مراحل الدراسة الكل. ومن بعديك عملت بزنس بلان نتاعي قدمته، وكان معناها عملنا اجتماعات حول الموضوع، عدة اجتماعات، والحمد لله معناها تمت القبول. معناها فما إنسان يحب ياخذ المجازفة، يحب عنده طموح أكبر، فهمت؟ إنسان ما عندهش طموح في الدنيا هذه معناها ما نصورش ينجم يعمل حاجة كبيرة معناها في حياته. دونك أنا سيتي أن ريسك أبخوندر كيما نقولوا، فهمت؟ أخذت الريسك وتخليت على الراتب الشهري نتاعي وجازفت، وفي الواقع كانت تجربة باهية معناها بصراحة، والحمد لله. معناها صحيح راهو تعديت برشا صعوبات راهو في البداية، معناها إنه واحد ملي كان عنده مدخول قار ولا عنده إنه يخدم باش يلقى وحاجه اخرى، معناها عندك دي شارج فيكس كل شهر معناها لازم تخلصها، معناها فهمت؟ حتى تمويل تاخذه انت في الدراسه نتاعك، تعمل دراسه تحط ان فون درولمون، ساعات الفون درولمون هذاك ما يكفيش، معناها انت تعمل بريفيزيون نتاع فون درولمون نتاع 6 اشهر تلقى روحك 3 شهور كليته كملته، كيفاش تقاوم 3 شهور الاخرين؟ كيفاش باش تلقى دي مارشي جدد في 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 وقت ضيق؟ كيفاش تقنع معناها انك دبر دي كونطرا جدد باش تحاول انك تقاوم الشارج هذاك باش تتعدى المرحله؟ هو في البدايه الهدف نتاعي كان اني انا نغطي لي شارج نتاعي، المرحله الثانيه تعدى المرابيح، والحمد لله معناها تمكننا في ظرف 6 اشهر باش انه معناها نغطيوا المصاريف الكل وتجاوزنا الصعوبات والحمد لله معناها، وفهمت الحمد لله، وخلصنا حتى البنك في الاقساط نتاعو في الوقت والحمد لله لاباس. في الدومين نتاعنا اللي هو معناها ترانسبور، معناها احنا نقوم بعمليه معناها نقل كسوة الحرفاء او بضائع. بون في الكونفينمون من تعدينا من نقل حرفاء خدمنا نقل بضائع، انه نخدموا عندنا دي كونترا مع شركات، دونك الناس كلها في ديارها، دونك احنا خذينا لا بارتي ترانسبور ماتريال داك لي زيكيبمون لي زورديناتور لديارهم، وقعدنا نخدموا معناها لي كا اورجون، خاطر تعرف انت فما شركات عندهم مثلا لي زاجون دو سيكوريتي يلزمهم يتنقلوا هذوك، دونك احنا الاكتيفيتي نتاعنا قاعد تخدم معناها صحيح اقل، يمكن الفلوي نتاع الخدمه طاح 70%، مي ظرف صعيب على الناس الكل، وهذا شيء نعرفوه، الحمد لله ديما واحد يقول الحمد لله على معناها اللي صار، وان شاء الله معناها القادم خير. والله الكلمه اللي نقولها للشباب هي انه ما يخافش، معناها اذا هو معناها عنده طموح وعنده اهداف ما يخافش، راهو كل مشكله لها حل، كل مشكله لها حل، واذا تحط هدف وتركز على الهدف نتاعك راك توصل له مهما كانت الصعوبات اللي فما. فما حتى انسان معناها ما يوصلش الاهداف نتاعو اذا ما يجازفش وما يشدش صحيح، راهو لازم واحد يشد صحيح، راهو اليوم تغلط وتفشل، راهو الفشل هي طريق للبدايه، راهو يعني ما تنجمش راهو تنجح فيه من اول ضرر اول عمل تقوم به تنجح فيه، بالعكس انا يعني كي نفشل سكو انا قاعد نقرب للهدف نتاعي.